بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. حل الوحدة الثانية من كتاب بت باي بت للصف الثالث الإعدادي المنهج الجديد الترم الأول 2022. هنبدأ بسم الله تعالى في الوحدة. احنا كنا شرحنا بالتفصيل الدرس وشرحنا القواعد اسمها Let's Go Shopping، هيا بنا نذهب للتسوق. هنبدأ بداية من اول جملة، بيقول لي ان المايكروويف هاز في 25% كذا. عادة ده بيكلف مثلا 1000 ودلوقتي هيكلف 750، يبقى ال 25% دي ايه؟ هتبقى خصم طبعا، عشان هو بيكلف 1000 وبعدين هنا هيكلف 750 بعد الخصم. يبقى ده ديسكاونت ولا ميستيك ولا ميستانس ولا ليجر؟ طبعا ليجر يعني فراغ، ودي يعني مسافة، ودي يعني خطأ، ودي يعني خصم، يبقى احنا هنتكلم على الخصم. أسامة's family، العيلة بتاعت أسامة، have a كذا تي في، عندهم تلفزيون كذا. هما يقدروا دلوقتي يشاهدوا الأفلام من الإنترنت، يبقى التلفزيون ده stupid غبي، foolish أحمق، smart ذكي جديد حديث، clever شاطر، طبعا أكيد smart. الكمبانيز الشركات والمحلات بتستخدم نقط علشان تعلن عن الاشياء، زي الالكترونيكس الالكترونيات بتستخدم اللابتوب عشان تعلن، ولا البوسترز، ولا بتستخدم الهيدفونز السماعات الاذن، ولا المايكرويف طبعا بتستخدم البوسترز الملصقات تلصقها على الشوارع في الاعلانات وكده. ماما فيلد ملأت الكذا وفتحته علشان تجيب مية سخنة، تحصل على ماء سخن. يبقى ملت ايه علشان تجيب منه مية سخنة؟ الكاتل ولا الكاتل ولا الفريج ولا الراديو؟ يعني انت قلت الاتنين الاولانيين كاتل، النطق كاتل. كاتل الاولى معناها غلاية، وكاتل التانية معناها الماشية اللي هي الدواب السعي والبقر والحاجات دي. طيب هنا بقى ايه؟ طبعا في بويل او مهيت ووتر، مية سخنة، يبقى دي الغلاية على طول. طيب انا بستمتع بان انا بلبس الحاجة دي فوق وداني علشان اسمع الموسيقى. هلبس بنطلون في وداني؟ طب هلبس شراب ولا شورت؟ طبعا اكيد هلبس سبيكرز اللي هي زي السماعات. طيب تصحيح الخطأ، انا اشتريت اللابتوب بسعر كويس، كان جريت ميل، كان وجبة حلوة. لا، هو مش عايز ميل، هو عاوز ديل عشان يقول صفقة حلوة. There is a special offer، في عرض هنا، اوفر يعني فوقه، هو عاوز يقول عرض بقى، عرض خاص يعني من المحل ده، يبقى هناخد كلمة اوفر وليس اوفر. تمام، انا عملت كوباية قهوة بالكافي ماشين، طبعا هي اسمها كافي ماشين وليس المقهى، لان دي معناها المقهى نفسه اللي بنقعد عليه. I go to the microwave، انا رحت الميكروويف yesterday، got اشتريته يعني. There were really fantastic نقط at that big shop، كان في حاجات حلوة أوي في المحل ده. deals صفقات ولا مبيعات ولا classes ولا tops؟ طبعا أكيد بيتكلم على إن كان في عروض حلوة وخصومات هائلة. يمكنك أن تغلي المية بالإيه؟ طبعا بالكاتل، بالغلاية. طيب يمكنك أن تطبخ الأشياء بسرعة في الإيه؟ أكيد في الميكروويف. مام بتحب ان هي تروح الشوبينج اثناء عيد الفطر، نقط اثناء عيد الفطر ايه؟ المبيعات يعني بتاعته والعروض بتاعته. وي كان كوك فود، ممكن نطبخ الطعام انسايد جوه كذا، اكيد جوه ايه؟ اوفن، دي تساوي دي يعني فرن. تمام، ودي طبعا احنا في 68. بعدين هنا بقى بيقول لي اي فيزيتد ذا كمباني، انا زرت الشركه، كمبانيز كذا، زرت الحاجه بتاعت الشركه دي عشان اشوف معلومات عنها وعن التلفزيون اللي فيها. يبقى هو زار الايه بقى؟ الويب سايت اللي هو الموقع بتاع الانترنت. يو ماست جو اند جيت ذا موبايل، انت لازم تروح وتجيب الموبايل. يو لايك اللي انت بتحبه. ذير از ا سيل، نقط طبعا سيل اون يعني في اوكازيون شغال عليه. I like reading about technology، أنا بحب القراءة عن التكنولوجيا. النقط articles، طبعا في مقالات، يبقى المقالات دي في مجلة. المحل بقى بيدي الناس خصومات، نقط toys، عايز يقول على خصومات على الألعاب. المحلات بتعمل sales، sales يعني دي يعني شراء أو يعني يبحر، إنما احنا عايزين ايه؟ عايزين sales اللي هي المبيعات. علشان تسمع للأغنية يجب انك توصل الفرن الآن، لا هتوصل. طيب الكاتل بتستخدم علشان keep food cold، عشان تخلي تحفظ الطعام بارد، طبعا دي فريج اللي هي التلاجة.
Would you like to go shopping or shop offline؟ مش هتبقى off، هتبقى طبعا online. تمام؟ الصفحة اللي بعدها التمرين العام على 1 و2 بيقول لي حازم is كذا than his brother. حازم strong، دي على الجرامر طبعا، ولا stronger ولا strongest ولا the strongest. طالما انت عندك than يبقى انت عايز ال ER، يبقى stronger. I think masses، اعتقد ان الرياضة is كذا، is كذا، عندك ذا يبقى عايز ال EST، يبقى is not subject. I am not good. هنا بقى بيقول ان هو مش حلو فيها، مش حلو في المادة دي. تمام؟ يبقى لازم ناخد worst، يعني هي اسوأ مادة بالنسبة له لان هو مش كويس فيها، فهناخد worst الاسوأ. التلفزيون are نقط than cattle، في عندك زان يبقى لازم تاخد المقارنة اللي هي مور والصفة الطويلة، يبقى مور اكسبنسيف. نقط اوف ذا تو تيتشرز كيم تو ذا ميتنج زي وير تو ال، طبعا هنا هما الاثنين هنا كانوا تعبانين مرضى يعني، فبيقول لي مين جه فيهم ومين ما جاش، فطبعا هنا هما الاثنين ما جوش، يبقى هناخد نيذر ولا واحد، كلاهما لم ياتي الى الاجتماع لانهم كانوا مرضى. بعدين نقط ذا لابتوب اند ذا مايكرويف ار ان ذا سيل، هنا في اند، طالما في اند يبقى هناخد بوث، كل من كذا وكذا. زير وير تو بوكس، في كتابين بقى هير بط نقط اوف سم، ولكن ولا واحده فيهم تنتمي الي، يبقى بط ايه؟ بط انيزر، يعني كلاهما، هما في كتابين هنا ولكن ولا واحد فيهم بتاعي. تمام؟ يبقى هناخد ايه؟ نيزر اوف ذم. بالنسبة للريرايت بقى، the cheapest item، أرخص حاجة في الكيتشن في المطبخ is the microwave، هي المايكروويف. طبعا بيقول لي هنا بقى ايه؟ ان نو no، عايز نو no. هو بيقول لي هنا أرخص حاجة هو المايكروويف، يبقى أنا هقول له مفيش حاجة أرخص من المايكروويف. هقولها له ازاي؟ هقول له no item in my kitchen، بدأت بالاسم ده وكملت الجملة لحد الاسم، يعني ولا حاجة في المطبخ. is it cheaper than، ارخص من الميكرويف لان هو ارخص حاجة. طيب هنا عايز مور المقارنة، بيقول لي ان الكاتلز اقل غلاء من الكمبيوتر، اعكسهم بقى واروح قايل له ان الكمبيوتر اكثر غلاء من الكاتل. تمام؟ طيب بوس اوف، بيقول لي احنا الاثنين رحنا الاجتماع، يبقى هقول له بوس اوف اس، كلانا ذهب الى الاجتماع. صحح الغلط، you can either go on foot nor، طبعا either معاها or. تمام؟ طيب I can neither watch TV or play، طبعا هنا في neither يبقى nor، على فكرة تنفع either و either و neither و neither. تمام؟ طيب none of their، طبعا تبقى none of them عشان بيجي بعدها ضمير مفعول. هنا you can get neither or، في or يبقى طبعا هنخليها either. تمام؟ ودي كانت صفحة 75. طيب اللي بعدها طبعا بيقول لي منال إذا كذا جيرل ذا، يبقى اي سي تي على طول، يبقى هاخد تولست، هي اطول بنت في الفصل. ذا نوت سينج ان ماي كيتشن، الحاجه الكذا في المطبخ بتاعي إذا فريج، طبعا الايه بقى، طبعا عندك ذا يبقى عايز صيغه التفضيل، يبقى ذا موست، ذا موست يوسفول. It is كذا to buy clothes، انه كذا ان تشتري ملابس، وفي زين في اخر الجملة يبقى لازم اخد المقارنة، better، it's better، من الافضل ان تشتري ملابس كذا. This question، السؤال ده is نقط زين، في زين يبقى هناخد easier اللي هي اسهل. نقط of these TVs، الحاجة دي من التلفزيون have a big discount، فيها ايه؟ خصم كتير. طبعا of يبقى هناخد ايه بقى؟ both of these TVs، كل من التلفزيونات دي هي اللي بتاخد off، يعني both. طارق usually has، بيبقى دايما نقط an egg or، or يبقى اكيد مع either، يعني دايما معاه بيضة او بعض الفواكه للفطار او بيتناولهم، يعني عشان كده ايه؟ يبقى either. نقط of the three girls liked the film، they left the cinema early، سابوا السينما ومشيوا، يبقى ايه هنا بقى؟ هو بيقول لي التلت، ولا واحدة من التلت بنات حبوا الفيلم، طبعا هتبقى نان لان المجموعة بناخد معاها نان. تمام؟ طيب العلامة اتعملت هنا غلط على فكرة، هي هتبقى نان. خلاص؟ طيب I want نقط ابن اور، اور يبقى مع ايزر على طول لان ايزر او ايزر هي اللي بتاخد اور. ماهر اللهم صل على سيدنا محمد، بيقول لي ماهر سيد قال ان هو كان سعيد with نقط بوك، كان سعيد، يبقى جملة تقريبا
فيها غلطة، لأن بوك مفرد ما ينفعش تبقى مفرد، الأسامي دي كلها بتاخد حاجات جمع، فعشان كده كنا عايزين إيه اسم جمع هنا، فهو إيه في مشكلة فيها. طيب هنا بقى بيقول لي ذا فيلم إز مور، الفيلم ده مور بوبيولار، أكثر شهرة. فطبعا هو عاوز لس، الفيلم أكثر شهرة من المسرحية، يبقى إحنا هنعكسهم نخليها المسرحية أقل شهرة من الفيلم. يبقى هنبدأ بالمسرحية، والجملة زي ما هي، يا دوب هنبدل كلمة مور بكلمة لس، وبدلنا كلمة مسرحية بكلمة فيلم، بس كده أهو. يعني الفيلم خليناها في الآخر، والمسرحية خليناها في الأول، وبدلنا لس بمور. طاهر إزنت آس طول آس سامح، هنا عايز طولر، نشيل الجملة دي كلها ونقول ان هو بيقول لطاهر مش طويل زي سامح، يبقى معنى كده ان سامح اطول، يبقى هنقول له سامح اطول من طاهر بكل بساطة، سامح اطول من طاهر. طيب هنا عاوز نيزر بقى، فبيقول لي ايمن ما اكلش وهو ما شربش، يبقى هنقول له لا اكل ولا شرب، ايمن نايزر ايت، وجبنا في الماضي علشان ديدنت دي، نايزر ايت نور درينك، درينك المفروض تبقى ماضي برضو، درينك درينك بالاي، تمام. طيب دعاء is kind، سارة is kind too، فطبعا هنا هنقول له كل من دعاء وسارة are kind، both of دعاء and سارة are kind. These are my wife and my children، طبعا هتبقى نور، تمام. الشوب is either exciting نور، طبعا تبقى نيزر. بوس عمرو and، بوس معاها and. The new students الطلبة الجدد are very lazy كسولين. Either of ما لا ثواني بقى، دي هتبقى none of them، لأن هنا بيقول لي الطلبة الجدد كلهم كسولين. Not of them study hard، ولا واحد فيهم بيذاكر كويس، هتبقى none، تمام. الحاجات دي تبقى غلط في الكتابة، معلش. هنا بقى آخر واحدة no of my friends، هتبقى طبعا إيه هي اللي none of my friends، none برضو، تمام. طيب دي كانت آخر حاجة في الحل معانا. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.